الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قشتنا محبة إخوة تبارك وتعالى، محبة الله عز وجل. فرما مستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على النبي الأمين. محبة الله عز وجل، المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات. فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع لتوابعها كالشوق والأنس والرضا. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. بله، خوشبستي خوي تبارك وتعالى فرمي هي الغاية القصوى من المقامات. فرق شيء بين غاية ووسيلة. بلى، يعني وسيلة أوش رجعني كاتجنتا غايتها. وزور جرينجا يوي طلبي علم، يعني فرق بقن لبين وسيلة وغاية. يعني هندي كسيت يا كلي جاب. زور جا خلكي هي وسيلة كات غاية. يعني سبوا نمونة جهاد كردن لبينا وخوي تبارك وتعالى. غاية يعني وسيلة، وسيلة وانا يخالك هي يعني جهادك هي غاية. المهم جهاد بك على سر هش برنامج هش تبي. مهم لي للاي او بقيتها برهمكي كأو لبنا وخوي تبارك وتعالى بيو إعلاء كلمته خوي تبارك وتعالى. يعني ناي خوي تبارك وتعالى برزو بكرة شريك خلردان وخوي قرنا مينه والتوحيد خوي تبارك وتعالى برز بكرته ويا لنا لجير هش على يكو هش جروب يكو هش تيك ناويك جهاد كان بلام وأذان. يعني جهاد خوي غايته، ماكو جهاد وسيلته. بوي طالبي علم يعني فرق بقال بين غاية ووسيلة زور جرنجا. بوي فرمة المحبة لله هي الغاية القصوى. خوش بستي خوي تبارك وتعالى أو بري ما بستو مقصده غايته من المقابات والذروة العليا من الدرجات. يعني برسترين بلي يعني درجو بلوبايا هو محبة إخوي تبارك وتعالى. فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها. يعني هشتي لبان محبة إخوي تبارك وتعالى وبي كوتي وباسي كردوا الشوق أنس والرضا أتوانا يعني رسمي درختي بكن أو درختا لسروة درختا لقن لقي أنسن محبة. أقول لي خد بكي درخت يبكى أوها محبة للسرية لقكاني تيا الشوق الأنس الرضا. أما أنا هموي تيا بربومي محبة إخوة قبرية هموي مقاماتي محبته واتا هموي للسروي محبة إخوة قبرية واتيا بلا من الجيرة واتيا كرقكيتي التوبة الصبر الزهد. أما أنا مقدماتي محبته أو أني سروا بن سلقي مقامات المحبة. أما إخوان وليتي مقدمات المحبة وكو برسير بوتانين. ما هي مقدمات المحبة أو سيشتان نسي أقا خود شترش أزاني زياديكي شتشاكا وهروها. ما هي مقامات المحبة أو سيشتي سروا عليك شوق أنس ورضا. وأنفع المحبة عن الطاق وأوجبها وأعلاها وجلها محبة من جبلة القلوب على محبته. محبة من جبلت من جبلة القلوب القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليه. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد. وعباد لا تصلح إلا وحده إلا له والعبادة في كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. بله، يعني باشترين أنفع بسوترين خوشويستي بإطلاق وبقشتي
وكواجبه وكبرسترين بلايا وباشترين بلايا تي محبتك محبتي أو خرشيسني أو دلاني كوا من جبلت القلوب على محبته يعني دلا كان خوي تبارك وتعالى وادرست يعني كردوا كخوش يعني خوي تبارك وتعالى خوش يعني حتى بباوراني ساقة هم يعني خوي تبارك وتعالى خوش يعني بويا شاعر فرمي ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن تي أن تحب أن تحب يعني قرنق نية تو كيت خوش بيه بلام قرنق أويك أو توي خوش بيه بويا قرنق نية تو خوات تبارك وتعالى تخوش بيه وكو أويك خواي تبارك وتعالى توي خوش بيه بويا بيغمري خاصة روجي خيبر كاتي الله غيدا ودس عليه وسيوت رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله طبعا يا كم ويحبه الله ورسوله أويان قرنق ترى كخواي تبارك وتعالى خوش بيه بويا فرمي وفطرت الخليقة على تأليهه يعني بنور جان لبران هرهموي خوي تبارك وتعالى ودرست يعني كدوك خوي تبارك وتعالى بإله زانن بمعبود كإبرستن بشي بخوشويستي تأله القلوب بالمحبة والإجلال رزقرتن والتعظيم خوي قرب قورا زانن والذل له وخو كم زانين برامبر خوي تبارك وتعالى والخضوع والتعبد وهلها ملكتي فرمان كاني وفرستني خوي تبارك وتعالى بو لبروي العبادة لا تصح إلا له وحده لبروي فرستن بو هيج كسي نابت ودرست إلا بو خوي تبارك وتعالى نبي بو أو معبوداتاني كأفرستين لغير خوي تبارك وتعالى معبوداتي باطلة يعني حقنية كأفرستري باطلة بو لبري مستحق عبادة نية والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل عبادتي خوي تبارك وتعالى يعني عبادات بقشتي تشيا أم دشتيا كمال الحب أو كسد يعني بتواتي خوشوية مع تشي مع كمال الخضوع والذل وهلوها يعني تواوي ملكتي بوي زور كسي كسي خوشوية بلا ملكتي نية يعني بون منا يعني رئيس دولته يعني رئيس جيشك هندجر يعني خوش يا نبي ملام زوجة ملكتي فرمانا كان ينابن أو كاتته خوش تبي يعني جيتته كمال محبة كخوش خوشي خوش ويستناك أو بريبة لقدر شيبت كمال الخضع ظل والخضوع بوشي إما يعني بتواتي خاضعين بوخاي تبارك وتعالى وزليلين بوخاي جودة ملكتي فرمانا كانين لعظمته ولقوته ولجلاله ولقهره بو أمهم الصفاتاني كخوي تبارك وتعالى هيتي بلا مخلوق أو صفاتاني نية بو ينابتو وكو خوي تبارك وتعالى كمالي حب بويها بي كمالي خوشي بستن يعني كمالي خضوع ذل أوشتانا ككردت أبيت الشريك بو خوي قولا لبري مستحقي أوشتانية لبري أو صفاتاني نية بو ينابي أو صفاتانا دين فال غير خوي تبارك وتعالى صفات خوي غوريه بمطلقي بل والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فانما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجوه محبته سبحانه جميع كتب المنزله ودعوه جميع الرسل وفطرته التي فطر العباد عليها وما ركب في من عقول وين ايش بخينا ما مصطفى وما اسبغ عليهم وما ركب فيما يقول وما اسبغ عليهم من النعم امانه شيء امانه يعني بلقي خوشويستيني خوي تبارك وتعالى هي اسباب حب الله عز وجل شيء بله يعني جميع الكتب المنزلة ودعوة جميع الرسل أمانها مو يعني دليل بلقي لسر محبتي خوي جورا يعني أتجينتها محبتي خوي جورا وفطرته التي فطر عباده عليها يعني أو فطرتك لس وثمان خوي تبارك وتعالى دلي مخلوقات وبندكاني ديناوك خوي جورا خوشوي لفطرته وما ركب من العقول بعقلش إنسان بي خوي تبارك وتعالى خوش بيه استباس يقين بو وما أسبغ عليه من النعم أو هم نعمته شتانك رجاندو السريان بلى باش فرق شيء بين محبتي خوي تبارك وتعالى
ومحبتي بيغمبران محبتي أولياء إخوة قولا بلى بيتر هل إذا ديالا هل والله تعالى يحبتي يحب لذاته يعني خوش يستني خوي تبارك وتعالى ذاتية أما خوش يستني بيغمبران في خوش يستني بيغمبران بو ذاتي خوي أنا تبعا لحب الله عز وجل بو يمك السؤال وتانتي الفرق بين محبة الله ومحبة الرسل والأولياء بل يا مستر القلوب متطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها فكيف بمن كل إحسان منهم سبحانه وما بخلقه بله. جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له بلقى قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون مثل ما بوتي يعني خوي تبارك وتعالى ما خوش بيه وتاوك باسي قال له هرش يعني دلكان خوي تبارك وتعالى وادرس يعني كردوا كاسه شاكه ام بوبكا بلان بلان بوبكا شي يغن خوش يعني بيه كاسه شاكه بلان بوبكا خوش تبي بويا همو نعمتك لا ان شوتا خوي تبارك وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله يتشون خوش من نبي بله وما تعرف به الى عباده الى عباده وما تعرف به الى عباده بله. يعني تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أزيد على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين من حديث أنس وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية بلى يعني ومن الناس أم آيته من يتخذ من دون الله أندادا يعني هندي الخلشي يعني ند مثيل شبيه خوي تبارك وتعالى أندانا ولا أولياء وأصنام وأشتانا يحبونهم خوش يعني كحب الله يعني وكو تون خوي تبارك وتعالى خوش يعني كحب الله يعني كحب المؤمنين لله وكو تون إيو إيمان داران خواتان خوش أبي أوان شاوها معبودات خوانيان خوش أبي والذين آمنوا أشد حبا لله دعي أو آياته هيج سير قصكي بيغمر يخوا بك ابو عمر رضى الله رحمته خويا ليبيا سببك يتشبو كبيغمر يخوا وايد بعمر عمرتي اي بيغمر يخوا من توم خوشوي الا معلوم دال هم كسب الا الى نفسي خومنا او بيغمر يخوا اصلا فرمينا حتى اكون احب اليك من نفسك بويا اما اودرك كهموكس كتو خوشتوي بجوريتيا بجوري چاكا كردني لغرتا بويا بجوري چاكا كان چاكي خلق لغرتا يعني چاكي كسكان لغرتا بران برد خوشوستيان پرداني بو خوشوستيان خوشوستي تو بو اوان بويا كم كس وبرسترين كس وزورترين كس كتو خوشتوي كي خواي تبارك وتعالى لبرو همو چاكي لكيوتا لخواي قوري اي مرتبة دوم في غمني خواه صلى الله عليه وسلم بو لبروي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أو أمر رجاي بيشان تو داو كتو بيتا هو كاري أوي كتو رزقارد بيلا جهنم بستبهش توا بوي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بعمري أوا فرمو عمر بو فكري كتو دعوتي أي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم إستاتو خوش مستري دلام خون بو لبروي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هو كاري أوي كا عمر بو مسلمانو هروها
بروات بهشته ولا اقرز غاربه والله من نفسي خوي وكاري ونيه زور جاء نفس بيته وكاري ويك تمرت جهنم وك بخسيكي شك ان النفس لاماره بالسوء دواي خوشويستيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مرتبه كيتيه دايكو باوك دايكو باوك بو لبرويس هوكاري درزبوني تون لوجوده اجا وان نبوين ها توشنابوي بو ام اي اتر كسكان بجوري ويك تشاكان هي برامبرت هرچنه چاکیان هبی برامبرد خلکی سیرگی تو پوشویستید بوین زیاده که بله نه مقصدم لوی یعنی خودی خود یعنی خودی خود چون یعنی بو خلق او خلقات خوشوی یعنی خلکی دور برد مقصدم صحابه نیه و اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغلینا نفسنا فی المحبت و لوازمها اغلیز الرب جل جلاله أولى بمحبته وعبادته من أنفسنا. هبل يعني سيكتو في غمر خالص صلى الله عليه وسلم بو خوشته. متمنى بروي هو كاري أو يكتو رزقارد بيلا قمرايو كفرو شركو أوشتانا. أي خوي تبارك وتعالى كهمو شاكيك لأوتا. هاي قمعني تاني أو لا تركتو خوي تبارك وتعالى تخوش به. وكل ما منه إلى عبده يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره. بله يعني هموشتك ك لنعمته كان ولا ناخوش كان كبوتوتي لا يشوتا لا يخوي تبارك وتعالى ان جابوا سلو باس تشتان بو كاتر باس وكا يعني خوشي وناخوشي ك لا خوي تبارك وتعالى وانا يخوي ان شاء الله شو همي باس ويا بله فخيره اليه نازل يصده على أن عصيته ولا معصية العبد ولؤمه بقطع إحسان ربه عنه. يعني سيء مكان يعني أما وقت لك زياد خوي تبارك وتعالى تخش به يعني خوش يستني خوي تبارك وتعالى كدل طوى كشيء كخوي تبارك وتعالى ببردوام نعمتك أني أرجينة سرتا أيتو بردوام سر بيتي خوي جوراكي إن جاش لقرا وشي وتيجي فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته أو شاكي الله تعالى شاكي قوله واد لي ناقته وازد معصية بيلي ونك معصيته سربيتيته بو خوي تبارك وتعالى ولا خوي قوله كاتي يصد عنك إحسانه يعني واد ولا خوي قوله بك كشاكي الله قال لناك بردام هتشاكي الله قال خد نابر إليه أبو خوي قوله خوش نابي أجا كسي الصفتي أو هابي برام برد کس هی لام دنیا صفاتی وابه که چاکت برام برب که بلام تو یک فرمانی که توی بکه تو سرپیچی بکی و هر وها خرابه اکی اوش هر بردوام چاکت لگر اگه کس شو آهی لام دنیا دایکو باوکت بیه خوشویسترین کست بیه که فرمانت توی که چاکت لگر اگه فرمانت توی که سرپیچی فرمان کانی بکی حذیلیت نمینه اتر واسطه ره چاکت برام بر نکه بلام خواهی گوره وانیه بردوام چاکر لگره که بله و ایضان ما مستم و ایضان فکل من تحبه من خلقی و يحبك انما يرد نفسه و غرضه منك والله سبحانه و تعالی يرد بلد بله يعني اما علاقه خلقی لگر تو علاقه بین خلقی چیه لسر مصالحه بلام علاقه بین تو خواهی تبارکتا لسر مصالح نیه نسر مصالحنا علاقات لقر خلشية دايكو باو كتبي هرش كسبي هرش كسبي هرش أنا خوش رويز باللات يعني تو خوش رويز بالله أو هرشية هر علاقة مصالحة بلام خوي تبغى تعالنا بونو مناج يعني بلقش لسروة كخوي تبغى تعالنا غني عنكم خوي يقول بيبيوز تليت كبيبيوز بوليت مصلحة نامينة هيش مصلحتك لقر خوي يقول نامينة بورينا أول ما مصطفى كيف لا تحب القلوب وكيف لا تحب القلوب من آلت الحب إلا هو ولا يجيب الدعوات ويقبل الأسرار ويغفر الخطيئات
ويستر الأرواح ويكشف الكربات ويغيث اللهفات ويذيل الطلبات سواه. يعني السيقة ما حموي صفاتي خواهي قوليها هما قشتي هو كاري أوي كتو محبة بوخاي تبارك وتعالى زيادك نبر يخاون أو همو نعمته بسرته ما مست بابرينا سرهن الرضا بقضاء الله. الرضا بقضاء الله للعبد فيما يكره درجتان درجة الرضا ودرجة الصبر. فالرضا فضل مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حثم عليه. بل يا اما درجاتي تيا درجاتي الرضا درجات العبد فيما يكره. سؤال درجات العبد فيما يكره دو درجات تيا درجة الرضا ودرجة الصبر. درجي الرضا درجي مستحبة مندوبة بلام درجي صبر تيا واجبة يعني واجبة لسر لسرد كصبر بقري والله واجبني كرازي بي بويا دعي أفرمي وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي. أما أنسن لسريتي ملاحظة أهل البلاء أهل الرضا للبلاء أهل الرضا شون سيري بلاكا والله ما مصدر وخيريتي لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه. يعني أما أهل الرضا تارة يلاحظون دو ملاحظين هي يعني السيري أو بلا مصيبة أنا أكن بدو نظرة شاو سيري أكن شاوي أكن شيا حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء حكمة خوي تبارك وتعالى المبتلي طبعا خوي قوريا وخيرته لعبده كما اختياري خوي قوريا بو عبدك خير بوي كخوي قورا اختياري كذا بوي في البلاء وأنه غير متهم في قضائه. يعني خوي قورا متهمني لويك بسرت أوش تانا بسرت دينا خزاي ناخوش تو أبي بو يعني بو تشاو سيرك أما هي كمان يعني أو كساني كرازين لخواي جورا بم تشاو سير خواي جورا كان سيري بلا مصيبة كان كان بم تشاو كتشيا كألين خواي جورا حكمتي هي لم بلا مصيبة وتشي غير متهم في قضائه وخواي جورا اتهامنا كان كظلمي كردا كعادلني لجريان وخرابي جورا كبران برعبد غني نخير أما بخيري دائنا وبشاقي دائنا وتارة يظنون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. أما ين برسترا كتشيا عظم المبتلي في جلاله وكماله. يعني إخوة تبارك زور بلندة زور قولية كأتواني أمشتانت بسر دابيني بويا او كسانك او بلايا بسرياندين يستغرقون في مشاهدة ذلك. يعني لقر بلاقي خواي قورا يعني بيان خوشة لا يشعرون بالأمل ألم يعني صغلط نابن أزيد ناخن كادي تجب الله مصيبتاتنا بلكو أمش يعني صفتي كي أما خواصي خواصة خواصي خواصي أولياء خواي قورا خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم من أحفاظهم صدوره من حبيبهم. يعني زور بيان خوش زور جاك الله مصيبتين يعني لو أنا يعني أو صحابي رضاي خوين لبيك لا أدري لجنقا فست ورب الكعبة برد موا بي خوشة بو لبرو يزاني أما يعني قضاء وقدري خوي قوري خوي قورا أو بلاي بنصيبي كردوا. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفي عن السخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بما قضى الجزع. أما إساء بن سنس الفرق بين الرضا والصبر صبر شيها وثمان حبس النفس وكفي عن السخط أما تعريفي صبرة مع وجود الأمل ألم يعني كو صبرت قداء بلام إيشو أزارت فيها قيش توها أزارت فيها بلام وتمني زوال ذلك يعني بيتش خوشك أو مصيبة لسر لا شوية وكف الجوارح بلام تيناكي كف الجوارح يعني أندامان زمان دسكانة دلت يعني اشتيقناك كخواي بروردقار تيناخوش بيها أي رضا
ورضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك زوال الالم وان وجد الاحساس بالالم لكن الرضا خففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفه واذا هو الرضا فقد يزيد الاحساس بالالم الكليه امام برستلا يعني واتا رضا لصبر برستلا ويكتو رازيد بقضاء وقدر إخوة قولا ملكو هنه جار هر هست بآزار هنناكي هست بآزار ناكي لبروي رازيد بخواي تبارو تعالى خرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي له رضا ومن سخط عليه السخط يعني إخوة قولا كتوشي بلا مصيبة ما نقال لبروي چي حبنا خواهی گرو خوش معنی بیه. بالا خلق که ابن دو باشه و. یعنی خواهی گرو ل بدایتی امر، آو بالا مصیبت آنها. یعنی ل خوشی وستی و. خواهی تبرک تعالی خلقی تاقی اکات و. بالا م خلقی ابن دو باشه و. فمن رضیه فله الرضا و من ساخطه فله عليه السخط. بله. حالا مسعود رضی الله عنه. اما نتیجه رضابون. يعني لقد نارازيبون لا قصكي عبد الله كريم مسعود درك به كشي الله إن الله تعالى بقصته وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط يعني وتان نتيجة رازيبون لأخوة قولة شيا الفرح في اليقين والرضا يعني دلت خوشة بيه كاتكا تشي بلا مصيبة دي بلا نتيجة السخط شيا الهم والحزن والشك والسخط معنى كشي نتيجة شيا ويكتو يعني نارازيد بخزا وقدير إخوائي قولة تشي أمشتها نابي هم وحزن وشك وسخط أما قشتي وبني ويكتو نارازي بيته مالي وقال عن الضربة في قوله تعالى أمش كان برسياره كيف فسر علقمة قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه في المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى بله يعني تفسير أم آياتيك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أمش كإيمان إيمان بين بخواي تبارك وتعالى هداياتي دا هي المصيبة تصيب الرجل يعني أوي كسيك تشي مصيبتي وبلايك تيه فيعلم أنها من عند أزاني أمن الله إخوائي يعني بقضاء وقدر إخوائي فيسلم شيء تسليمي قضاء وقدر إخوائي قبراء به ويرضى وقال أبو معاوية الرسول في قوله تعالى أمش عين ابن سن كيف فسر معاوية لأنه حياة طيبة الرضا والقناعة ماله هو أبو يعني تفسيري كرد بنحي أنه حياة طيبة جياني خوش شيء جياني خوش وني باردها بي وملكتها بي تاوان انجام ديتو خريق رابوردن بي او جيان خوشني جيان خوش تيا الرضا والقناعه راضي بي بقضاء وقدر اخوي قورا وقناعتها بك بوي كخوي پروردگار بيتي بخشي و كتاي بي بين الماموسه تنتهي ما مال الماموسه ولا علي بن بطال وزرع عنه الى علي بن حاتم كئيبا فقال ما لي اراه كئيبا حزينا فقال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقع عيني فقال يا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله اما قصك علي رضا ورحمه اخوان البيت تفسيري حدثك في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي له الرضا ومن سخط عليه السخط يعني قدر إخوائي قولا محال هر ديت يعني هر ديت بسر دا بلام أقر رازي بي أو بخد أجر فاداشت بركة بي أقر نارازي بي أو تاواند بونس ليه واتاتو أقر رازي بي أقر رازي نبي قضاء وقدر إخوائي قولا منعك منعناك بلام أقر رازي بي أجر تيه بلام أقر رازي نبي أو زياني بوتيو تاوان باربي بلي دخل الرداء رضي الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله فقال ابن
الدرداء سقطة. إن الله عز وجل إذا قضى قضاءً أحب أن يرضى أن يرضى به. يعني ما فرق لبين أبو الدرداء عدي تشيبو أو كابريك وأبي الدرداء روي ولاي أو عدي حزين بو صغلط بو وكنا شكريك شي دربري تشون يعني كئيب نبم تشون حزين نبم يعني صغلط نبم كدو كرم لدز داوا وتشاوشم كوربوا وتشاوشم كوربوا بلام أم كابري لكاتي مردن تشي لي الحمد لله سباسي خواهي قولاك ويأميا فله الرضا. طبعا كعدي علي رضا ورحمة خواهي لبي أهمش قاريك أكيد يعني قمان من الواية بي كرازي بوا أو كاتيك أهمش قاريك. قال الحسن من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. يعني هشكسي راضي بيبا أو قضاء وقدري خوي تبارك وتعالى أو خوي تبارك وتعالى يعني ضلي فراوانك ضلي خوشك وبركتك هذا النوع جيانيه. أي كسيجر صغلت بيت وبينا خوش به هو أكيد خوي تبارك وتعالى يعني ضلي صغلتك أو جيان شي بركة تيانا بيه. وقال عمر سبحان الله أما أويا يقضي الله عز وجل يعني أما أويا مرتبه كودمان أوانيك خواصي أولياء إخوة تبارك وتعالى يعني دل خوشن بقضاء وقدر إخوة قولا كاتي تشيانا بيا هست زرناك بلكو دل خوشن أفرمي يعني هيتش نماوة لم دنيايا ما بقي لي من الدنيا. يعني عمر كري عبد العزيز شن أبو وفاتي كرت الله أعلم سيوسي صالبو يعني إن جاء شوادي قال ليلة الدنيا هيك من معوى إلا سرور لم يبقى لي من الدنيا سرور. يعني للدنيا هيك خوشيك من معوى إلا أتينا به وإيكا كاد يتشب الله مصيبة بهم من رازم صبري لسرقهم. وقيل ما تشتهي قال ما يقضي الله عز وجل حسد لتيا شكا عمر رضا ورحمة خالي بقصيك هي عليه ظلم نفسم داوي هرشتي كرد به بويم كرده داوي فاطمة كرد فاطمة مهنا داوي إمارتي كرد إمارة مورجد خلافه وأوشتانه دعائي عليه. والآن نفسي تشتهي الجنة استأك نفسم بهشتي جركا بويا هولا دم بهشتي بو بينم بويا كوتين يعني ما تشتهي قال ما يقضي الله عز وجل خوي قبر تي وبك أوم بيخوشه يعني قضاء وقدري خوي قبر شكو أزانية قضاء وقدري خوي قبر همو إلى صالح جاء لصالح عبده بويا بيخوش. وقال عبد الواحد الرضا باب الله أعظم وجنة الدنيا ومصراف العابدين. أمال يعني الرزابون لخواي قولا درقاي خواي قولي قولا ترين درقاي خواي قولي لم دنيايا وجنة الدنيا وبهشتي خواي تبارك تعالى سر الدنيا شونك إنسان أقربيته ولا طبعا أو فرمديك باس ما كرد يعني فرمي السعادة في ثلاث عنوان السعادة ثلاث إذا أعطي الشكر وإذا منع أو ابتلي الصبر أو هاي إنسان كإنسان لم دنيا راضي بقضاء قدر إخوة قبرك نعمتي في أبخشيته لي أقريته أو ضلي خوش به يعني ضلنا خوش نبي أو براسي لبهاش تاجي لبهاش تاجي لغم وخفته أشتا ناجي بله ومستراح العابدين. وقال بعضهم فقد أبلغ أفضل الدرجات. والله يعني الليلة قيامات هيتش بلو بايك نية بدلت خلقي وكوتي وكو رزابون لخوة تبارك وتعالى لهمو حالة يعني لخوشي ولا ناخوشي. والله واصلح أعرابي فلماذا له أباعر يعني شي باعر جمع باعر. والله ما لا والذي أنا عبد في عبادتي لولا شمت أعدائي ذوي الأرض ما سرني أن أبلي مباركها أن شيئا الله لم يكن. يعني هل صار سيدي كرد يعني مشتركاني مردالو بنا جاء لا والذي
لا والذي أنا عبد في عبادته، يعني من أوكسك عبادتي خوي تبارك وتعالى، لولا شماتت أعداء ذوي الضن أواني كوا بيان خوشة يعني تشيب الله مصيبة بم أو دجمنانا، ما سرني أن إبلي مباركها وإن شاء وأن شيئا قضاه الله لم يكن. يعني بيم خوش نية كهشتركانم لشون لشون كاني خوان مابن مباركها أو شنان كوا لي أخون، وأن شيئا قضاه الله لم يكن، يعني خوي تبارك وتعالى أوشتيك قضاي كردوا نبوايا، يعني دا خوازي أو ناكم كهشتركان بمايو خوي قولا أو قضاي تشم نكردايا أو بلاي تشم نكردايا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيكم جزاكم.